مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الأحد الماضي تمكن المقاتل المغربي الشاب وائل بن يوسف من الفوز على خصمه ومواطنه نبيل بالضربة القاضية منذ الجولة الثانية من هذا النزال، وذلك ضمن أمسية انفيوجن لكيك بوكسين التي أقيمت بمدينة الكمار الهولندية. وقبل مشاهدة هذا النزال الشيق، ولا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك ليصلك كل جديد وفرجة ممتعة. He's from the red corner. Oh!